عندما كان الأخ سامي يتكلم ويطرح احتمالات المستقبل بالنسبة للقضية الفلسطينية، تذكرت كلمات قالها يوما سيد المرسلين: ربي انتهلك هذه العصبة فلن تعبد في الأرض أبدا. لا أريد أن أدخل في التاريخ، تعرفوه، لكنني أطلب من محمد يعقوبي أن يكلف من يكتب مدخلة الأخ سامي حرفيا، لأن ما قاله هناك سطور وهناك ما هو بين السطور. لابد من قراءة هذا النص مرة واثنين وثلاثة باش نفهم الأمور وين ماشية، لأن سامي ماهوش أي إنسان. مش حاب نستعمل تعبير لا ينطق عن الهوى، لكنه أو لكن ما قاله كان فعلا كلام واضح محدد، ولكن مليء أيضا بالكثير. لهذا أرجو من سيقرأ هذا النص أن يقرأه بعناية. بالنسبة لنا خلينا نكون واضحين، وأنا ماذا بي ربما الإخوان في الحوار ما يسجلوش هذا الكلام علي، شعبنا لا يثق في الجامعة العربية. خلونا نكون واضحين، نعرف تماما أن مأساة الفلسطينية بدأت من القيادات العربية في الثلاثينيات، عندما كانت هناك ثورة فلسطينية، من أجهد الثورة الفلسطينية قيادات عربية. في 47 48 بعد قرار التقسيم لم يكن هناك داعي إطلاقا لدخول الجيوش العربية، لأن كانت فضيحة. الفلسطيني كان يقاتلوا جنوبا، كان حسن سلامة وعبد القادر الحسيني، شمال كان القاوقجي، كانين آخرون، كانت مجموعة الإخوان المسلمين بقيادة أحمد عبد العزيز، ضباط مصريين تطوعوا بدون مرتب باش يحاربوا، ما كانش مطلوب. حتى المصريين كلهم كانوا ضد دخول الجيش، قال لك كان عصابات عاونوا الناس هذو، دعموهم، بعدوا عليهم، يستطيعوا يواجهوا العصابات الصهيونية. لكن للأسف كان دخول الجيوش الرسمية أول فضيحة، لأنه يعني العلم فقط، وهذا موجود في دراسات للضباط المصريين، الجيش المصري اخترق كلمة كبيرة، مر على القوات البريطانية الموجودة في السويس، لماذا سمحت له وهي اللي خلقت إسرائيل. يحكي اللواء بدوي يقول بأنه دخلت مصر الحرب 6 طائرات داكوتا، لم يكن عندها سلاح نقل، كراو دي أوتوبيسات. المهم طيب، صارت النكسة ولا النكبة، احنا خبراء في الأسماء، كان مفروض تعلن حكومة فلسطينية في نفس اليوم اللي أعلنت حكومة إسرائيل وتدعمها الدول العربية. علشان نقسم طرف نعطيه للأردن، سموه جزء الهاشمية، والأخر يحكموه الإخوان المصريين تحت الحكم العسكري المصري، وتضيع القضية الفلسطينية. إذن باختصار شديد، ما عندناش ثقة في الجامعة العربية. ولهذا عندما يقول سامي نجاح هذا اللقاء الفلسطيني هو إنقاذ للجامعة العربية من نفسها، هذه الجامعة العربية ما ننساوش لم تعترف بموريتانيا 10 سنوات، رغم اعترف بها العالم كامل إلا الجامعة العربية ما اعترفت بموريتانيا 10 سنوات، 11 سنة، من 61 إلى 69 عندما فرضها أبو مدين في لقاء الرباط، ثم فرضت في 73. هنا بسرعة، لقاء 73، لقاء قمة 73 في الجزائر، وهي آخر قمة تابعتها أنا بشكل مباشر، نجحت لأنه كان هناك رجال من نوعية الملك فيصل، من نوعية هواري بومدين وآخرين. على كل حال هناك كانت انتصارات أكتوبر ما زالت في الوجدان، واستطاعت الجامعة أن تخرج بشيء، لكن للأسف فيما بعد أجهد حتى هذا القليل أجهد. من يحب أيضا ندخل في تفاصيل يعرفها سامي تعرفوها جميعا، لكن ما أقوله وأختتم به هو الآتي: الإخوان الفلسطينيين إذا لم ينجحوا في الله غالب الطم نسموه الحد الأدنى من عناصر الوحدة، هنا أتفق مع الأخ سامي وأذكر بكلمات الرسول صلى الله عليه وسلم:
فلن يعبدوا في الأرض أبدا ولن يكون لهم مكان حتى في التاريخ، سيظلون دائما شراذمة مبعثرة لا قيمة لها لا هنا ولا هناك. أرجو أن إخواننا في القيادات الفلسطينية يدركوا، رغم فيهم عناصر كنت نتكلم قبيل عناصر ربما أنا ما عنديش ثقة فيها، لكن أملي أن الجزائر بثقلها كما قال بالعياط، بثقلها بإيمانها بتاريخها بإصرارها، أرجو أن تنجح في هذا، ومعذرا للإطالة. شكراً.